الرحمن الرحيم. نبدأ الدرس. كيفية إنشاء منحنى الدالة العكسية انطلاقا من منحنى الدالة. عندنا هنا منحنى سي دو اف ويقابله المنحنى سي اف ناقص واحد. شنو كيتبدل بين سي اف والسي اف ناقص واحد؟ الدالة العكسية ديالها. إذا كانت النقطة أ بي تنتمي لسي دو اف، إذا النقطة بي أ تنتمي لسي اف دو ناقص واحد، يعني أفصل كيرجع الأوتوب والأوتوب كيرجع الأفصل. مثال جوج، نقطة جوج صفر تنتمي لسي دو اف، إذا النقطة صفر جوج تنتمي لسي اف ناقص واحد. نعطيهم بعض الأمثلة. مثلا عندنا نقطة صفر جوج تنتمي لإف، إذا النقطة كنقلبو هاد النقط، إذا النقطة جوج زيرو تنتمي لسي دو اف، إذا أ فتحة هي هادي. كنقلبو الأفصل كيرجع أوتو. النقطة بي هي تلاتة واحد هي هادي بي، إذا النقطة بي فتحة هي الأفصل ديالها واحد والأوتو ديالها هو تلاتة، هادي بي فتحة. عندنا النقطة ناقص واحد واحد ناقص واحد واحد، إذا كترجع واحد ناقص واحد واحد، الصورة ديالو هي ناقص واحد، هادي هي سي فتحة. بالنسبة لدي جوج جوج واحد، كترجع واحد جوج واحد، الصورة ديالها جوج، هي هادي دي فتحة. ملاحظة، مثلا زيدو اش، إلا كانت تلاتة تلاتة كتبقى نفسها اش تلاتة تلاتة. إلا كان الأفصل هو الأرطوب، النقطة ما كتبدلش بين المنحنى الدالة اف وبين المنحنى الدالة العكسية. إذا كان مقارب عمودي بالنسبة لسي دو اف كيرجع مقارب أفقي، إذا كان إكس كتساوي أ كترجع إكغيك كتساوي أ. مثلا إكس كتساوي جوج مقارب عمودي، في سي اف ناقص واحد كيرجع مقارب أفقي، إكغيك كيساوي ناقص جوج. مثلا هنا عندنا إكس كتساوي واحد مقارب عمودي لسي دو اف، يعني الدالة غادي تكون إما هكدا ولا هكدا ولا هكذا ولا هكذا، هذا هو المقارب العمودي. إذا كترجع هاد إكس واحد بالنسبة للسي إف ناقص واحد كترجع مقارب أفقي، يعني إما حسب الأمثلة إما هكذا ولا هكذا، هذا هو المقارب أفقي. إذا كان إكس كتساوي واحد، إذا إكغيك تساوي واحد هي المقارب. هنا بالقلم أحمر صمنا الدالة اف ناقص واحد. وبالنسبة لكان عندنا بالنسبة لاف عندنا مقارب افقي هو اكغيك كيساوي ناقص واحد، اذا بالنسبة لاف ناقص واحد يرجع مقارب عمودي. مثلا مقارب افقي اما هكذا واما هكذا ولا في الجهة هذه، إذا ما يجمع رسمه منحنى الدالة العكسية غادي يكون هنايا مقارب، غادي يرجع مقارب عمودي. بالنسبة إلى كان مقارب مائل معادلته إكغيك كتساوي أ إكس زائد بي، بالنسبة للمنحنى سي إف ناقص واحد كيرجع مقارب مائل معادلته إكغيك كتساوي واحد على أ إكس ناقص بي على أ. غنحفظوها شي هكذا، نشوفو الطريقة. إكغيك كتساوي إكس زائد جوج، كتبوا إكس بدلالة إكغيك، إكس كتساوي إكغيك ناقص جوج، إذا المقارب مائل سي إف ناقص واحد هو نعوضو إكس بإكغيك، إكغيك كتساوي إكس ناقص جوج مقارب مائل. إلا كان إكس زائد جوج مقارب مائل سي دو إف، إكس ناقص جوج، كنحلو المعادلة إكغيك كتساوي إكس زائد جوج، جبرو إكس كشحال كتساوي، وديك الساعة نعوضو إكس بإكغيك وإكغيك بإكس، كان إكس زائد جوج كيرجع هنا إكس ناقص جوج مقارب مائل لسي دو إف. بالنسبة إلى كان فرع شجامي في اتجاه محور الأراتيب كيرجع فرع شجامي في اتجاه محور الأفاصل بالنسبة لسي إف ناقص واحد، والعكس إلى كان فرع شجامي في اتجاه محور الأفاصل كيرجع فرع شجامي في اتجاه محور الأراتيب. شوفوا المثال. عندنا هنايا سي إف، هنا سي إف،
سي اف ناقص واحد سي اف ناقص واحد. هنا بالنسبة للدالة اف عندها فرشة جامي في اتجاه محور الأراتيب، إذا غادي تبدل، غادي يرجع محور، رجع فرشة جامي في اتجاه محور الأفاصل، والعكس إذا كان عندها فرشة جامي في اتجاه محور الأفاصل، يعني هاد نصف دائرة متجهة لمحور الأفاصل، كترجع فرشة جامي في اتجاه محور الأراتيب. إذا لا عندنا فرشة جامي محور الأراتيب كيرجع الأفاصل، ولا عندنا الأفاصل كيرجع الأراتيب. بالنسبة للمماس عمودي أو نصف مماس عمودي، كيرجع مماس أفقي أو نصف مماس أفقي، وبالنسبة للمماس أفقي أو نصف مماس أفقي كيرجع مماس عمودي أو نصف مماس عمودي. مثلا هنا عندنا نصف مماس عمودي، غادي في المنحنى الدالة العكسية كيرجع لنا مماس أفقي. مماس أفقي كيكون موازي لمحور الأفاصل، ومماس عمودي كيكون موازي لمحور الأراتيب. اف إذا كانت اف تزايدية على المجال اي، فإن اف ناقص واحد هي تزايدية، يعني إذا كانت دالة تزايدية حتى الدالة العكسية كتكون تزايدية على ديك الصورة ديال المجال. دابا اف تزايدي على اي، اف ناقص واحد تزايدية، ولا كانت تناقصية على اي، اف ناقص واحد كتكون تناقصية على اف دو اي. يعني مين كيعطينا، حيت اف كتكون راتبة، إلا عطانا في التمرين تزايدية إذا اف ناقص واحد خصها تكون تزايدية، ولا عطانا تناقصية خصها تكون تناقصية. ملاحظتين الأخيرتين، أن السي دو إف والسي دو إف ناقص واحد متماثلان بالنسبة للمستقيم إكغيك تساوي إكس، يعني عندهم واحد، هذا هو محور التماثل ديالهم جوج بيهم. والتقاطع ديالهم، إلا بغينا التقاطع كنحلو المعادلة إف دو إكس كتساوي إكس، ولا في المنحنى بأن التقاطع ديالهم هو التقاطع الدالة مع المستقيم إكغيك تساوي إكس، ولا ميمكنش نجبرو الدالة اف ناقص واحد كتقطع اكغاك تساوي اكس في نقطة، و اف كتقطع في نقطة مختلفة، مي كيتقاطعو مع اكغاك اكس، هذاك هو التقاطع ديالهم بجوج بيهم. ندوزو الأمثلة. عندنا اف دو اكس، اكس تلاتة زائد واحد صيغو زائد لا نهاية، عندها تزايدية، اذا اف ناقص واحد غادي تكون تا هي تزايدية، اف ناقص واحد تزايدية. أن الصورة زيرو و كتما من نقطة زيرو واحد إف، إذا إف ناقص واحد كتما من نقطة واحد زيرو، وعندنا هنا فرشة جامي في اتجاه محور الأراتيب، غادي نسيدو إف ناقص واحد تقبلو فرشة الجامي في اتجاه محور أفاصل. إذا نبداو بالنقط، النقطة اللي عندنا كانت عندنا صفر واحد ترجع عندنا واحد زاوية، هادي واحد النقطة تزايدية، يعني غتكون طا تزايدية إف ناقص واحد، عندنا سي تقبل فرشة جامي في اتجاه محور الأفاصل، مجال التعريف د إف هي زيرو زائد لا نهاية، مجال التعريف د إف ناقص واحد هي واحد زائد لا نهاية، هي الصورة المجال الأول. إذا هنايا النقطة هي هادي نقطة واحد صفر تزايدية، عندنا فرشة الجامي في اتجاه محور الأفاصل، فرشة الجامي في اتجاه محور الأفاصل، يعني هاد نصف دائرة موجه لمحور الأفاصل. هادي سي دو إف ناقص واحد، وكنشوفو باش كنتأكدو هي متماثلة بالنسبة للمستقيم المنصف الأول للمعلم إكغيك كتساوي إكس. النقاط كانت كتمر من نقطة زيرو واحد، رجعت كتمر إف ناقص واحد من نقطة واحد زيرو. شوفوا المثال الثاني، عندنا النقطة، عندنا أولا إف تزايدية على زيرو زائد لا نهاية، إذن إف ناقص واحد تزايدية على الصورة المجال زيرو نهاية تلاتة زائد لا نهاية، عندنا تمر من النقطة صفر ثلاثة، إذن إف ناقص واحد عند النقطة ثلاثة صفر، عندنا فرشة جامي في اتجاه المستقيم إكغيك تساوي إكس، لأن إكغيك تساوي إكس غادي يكون عندها تا إف ناقص واحد فرشة جامي في اتجاه
المستقيم y تساوي x. عندنا هنايا نصف مماس عمودي في النقطة 0.3، إذا غادي يكون هنا نصف مماس أفقي في النقطة 3.0. إذا غادي نبداو هاد المعطيات نعملوها في المنحنى النقطة 3.0، عندنا مماس هنا كان عندنا مماس عمودي كيرجع مماس أفقي، إذا الدالة من هنا طالعة. شنو عندنا كتعمل هنايا؟ كتعمل فرعش الجميع في اتجاه المستقيم y تساوي x، يعني واحد نصف دائرة في اتجاه هذا المستقيم y تساوي x. كما كنلاحظو كنتأكدو من النقط ديالنا، نقطة 0.3 هنا، النقطة 3.0، مماس عمودي هنا رجع مماس أفقي، تزايدية تزايدية، وأن فرعش الجميع في اتجاه المستقيم y تساوي x، إذا انت هي فرعش الجميع في اتجاه المستقيم y تساوي، كنكتبو سي اف دو ناقص واحد بلون مغاير. شوفوا المعطيات اللي عندنا، عندنا اف تزايدية، اذا اف ناقص واحد تزايدية، عندنا اف تمر من هاد النقط هادو صفر واحد، عندنا صفر واحد اذا كترجع واحد زيرو، عندنا اف دو ناقص واحد على جوج كترجع زيرو ناقص واحد على جوج، هذه صورة ناقص واحد هي بقات هي النيت ناقص واحد، والنقطة ناقص واحد ناقص واحد، عندنا هنايا مقارب أفقي إكغيك تساوي جوج، إذا كيرجع مقارب عمودي إكس تساوي جوج، مقارب عمودي لسي دو إف بجوار زائد لا نهاية، وعندنا إكس تساوي ناقص جوج، مقارب عمودي لسي دو إف بجوار ناقص لا نهاية. إذا أول حاجة غادي نعملوها رسم النقطة، نقطة واحد زيرو، ترجع النقطة واحد زيرو، نقطة واحد زيرو، نقطة زيرو ناقص واحد على جوج على زيرو، النقطة زيرو ناقص واحد على جوج، هنا النقطة ناقص واحد ناقص واحد، هي هذه النقطة، هذو النقاط الثلاثة اللي كيما عملنا من الحالة، أن إكس تساوي جوج مقارب عمودي. إذا هو هذا المستقيم كان رسمه مقارب عمودي، كنمشيو عندما إكس تساوي جوج كيما من نقطة جوج وموازي المحور الأفاصيل، نرسمو هنا عاوتاني مقارب عمودي آخر، هنايا إكس تساوي جوج، وهنا إكس تساوي ناقص جوج، ودابا غادي نحلو. نرسمو لا بغينا نرسمو جدول التغيرات، رسمنا جدول التغيرات د إف ناقص واحد، عندنا هنايا في ناقص جوج من ناقص لا نهاية طالعة حتى لجوج زائد لا نهاية، مقارب عمودي هنا، هنا مقارب عمودي،
إذا المنحنى بدأ من هنا طالع ناقص جوج ناقص لا نهاية هي النقطة هذه لأنه مقارب عمودي، طالع على هذه النقطة هذه نرسمو هنايا مستقيم y تساوي x، طالع النقطة لهنا طالع من هنا 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 عندنا سي دو اف كيقطع y دو x في هذه النقطة هذه، إذا تا سي اف نفس التقاطع عندهم، وهنا في جوج ليميت في جوج كتساوي زائد لا نهاية، يديرنا مقارب عمودي. هي هذه الدالة متماثلة، هذه السي دو اف دو ناقص واحد متماثلة بالنسبة تقاطع نفسه، سي دو اف كتمر من نقطة زيرو واحد كنقلبو النقط إذا كترجع واحد زيرو، كتمر من نقطة ناقص واحد على جوج زيرو كترجع زيرو ناقص واحد على جوج، والنقطة ناقص واحد ناقص واحد. إلا لاحظتو التقاطع ديالهم تلاتة بيهم كيكون نفسه، ميمكنش تكون سي اف ناقص واحد تقطع المستقيم في نقطة و اف نقطة في نفس النقط كيتقاطعو مع المستقيم اي تساوي اكس. وكنتأكدو بأنه واش متماثلة بالنسبة لإكس، لاحظتو واحد الحاجة هي متماثلة بالنسبة للمستقيم إكس تساوي إكس. نعاودو هاد المثال نشرحوه، عندنا إف تزايدية، إف ناقص واحد تكون تزايدية، هاد النقط هادو كنبدلو الأصول من الأثوب، واحد زيرو زيرو كنرسمو النقط، هنا عندنا مقارب أفقي كيرجع مقارب عمودي، جدول التغيرات عملنا باش تعاونو به، إف ناقص واحد الصورة ناقص لا نهاية ناقص جوج جوج كنعملوها هنايا، عندنا هنا كانت تزايدية إذا تزايدية ناقص جوج ليميت في ناقص جوج هي ناقص لا نهاية، وليميت في جوج زائد نهاية، عندنا هنا مقارب عمودي وهنا مقارب عمودي، وبيناتهم كاين هاد النقط اللي معروفين اللي تعاوننا بهم. ومي كنبغيو نبغيو هاد النقطة هادي هي تقاطع المنحنى مع محور الأفاصيل، يعني المعادلة إف دو إكس تساوي زيرو، الأراتيب كنحسبو الصورة زيرو. شوفو مثال آخر، إف دو إكس زائد واحد ناقص جوج، هادو النقط اللي كانوا معروفين في التمرين، ناقص تلاتة ناقص أربعة زيرو ناقص تلاتة وخمسة زيرو، عندنا هنايا إف تزايدية إذا إف ناقص واحد تزايدية، عندنا النقط اللي كتمر منها هي قلبو هاد النقط ناقص أربعة ناقص تلاتة ناقص تلاتة زيرو زيرو خمسة، وعندنا فرش الجميع في اتجاه مستقيم إيكغيك تساوي إكس، ملي كيكون إيكغيك تساوي إكس كيكون نفس هذا، إذا كان مقارب مائل إيكغيك تساوي إكس كيكون مقارب مائل، إذا كان فرش الجميع إيكغيك تساوي إكس، أما إذا كان معادلة أخرى كنشوفو واش من فرش الجميع عندها كنعوضو كنحلو المعادلة إكس بدلالة إيكغيك. إذا عندنا تزايدية ناقص أربعة ناقص تلاتة، نقطة ناقص أربعة ناقص تلاتة هي هادي واحد النقطة، عندنا ناقص تلاتة زيرو هي هادي النقطة الثانية، عندنا زيرو خمسة واحد جوج واحد جوج تلاتة أربعة هي هادي النقطة، وعندنا هنا فرش الجميع وعندنا تزايدية، إذا دابا عندنا النقط اللي كتمر منهم وكنشوفوها زائد لا نهاية شني كتعمل، كتعمل فرش الجميع في اتجاه المستقيم إكغيك تساوي إكس، إذا طالعة ناقص أربعة تلاتة تل ناقص تلاتة ناقص تلاتة طالعة تل صفر خمسة، خمسة تل زائد لا نهاية كتعمل فرش الجميع في اتجاه المستقيم إكغيك تساوي إكس. ولا لاحظتو باش تأكدو أنها متماثلة، سي دو إف ناقص واحد
والسي دو اف متماثلا بالنسبة للمستقيم اكغيك تساوي اكس. صمنا قلبنا النقط، صمنا النقط ومشفناهاش كتعمل زائد لا نهاية في عشر الجميع، اذا تا اف ناقص واحد كتعمل في عشر الجميع، كانت تزايدية كتبقى تزايدية. شوفوا اف ناقص واحد هذا مستقيم اكغيك تساوي جوج اكس زائد واحد، هنا عندنا اف ناقص و اف تزايدية، اذا اف ناقص واحد تزايدية. النقط اللي معروفة هي صفر صفر، اذا كتبقى نفسها، لان ملي كيكون واحد واحد جوج جوج تلاتة تلاتة كتبقى نفس النقطة هادي. هنا عندنا اكغيك تساوي جوج اكس مقارب مائل، غادي نفتشو على المقارب مائل هاديك، نحلو المعادلة. اكغيك تساوي جوج اكس زائد واحد، عندنا جوج اكس كتساوي اكغيك ناقص واحد، عندنا اكس كتساوي واحد على جوج اكغيك ناقص واحد على جوج. وباش اذا المقارب مائل كيرجع هو اكغيك واحد على جوج اكس ناقص واحد على جوج. باش نرسمو هاد المستقيم كناخدو جوج نقط منو، هنايا إكس وهنايا إيكغيك. إلا عطينا النقطة زيرو إيكغيك كتساوي زيرو ناقص واحد على جوج، واحد على جوج. إلا عطينا الإكس واحد، واحد على جوج ناقص واحد على جوج، إذا جوج نقط منو واحد زيرو وزيرو ناقص واحد جوج. باش كنرسمو المستقيم نقطة زيرو ناقص واحد على جوج، عندك هنايا ناقص واحد هنا واحد، صورة زيرو ناقص هنا واحد، هنا النقطة الأولى، عندنا هنايا نقطة واحد زيرو هي هادي. إذا المقارب مائل هو هذا. نرسمو بعدا مستقيم إكغيك تساوي إكس، هادي إكغيك تساوي إكس، عندنا هنايا مماس عمودي، إذن رجعنا مماس أفقي في النقطة زيرو زيرو، عندنا حنا واحد المماس أفقي، دالة تزايدية يعني تزايدية، وكتعمل مقارب مائل مع هاد المستقيم هذا، واحد على جوج ناقص واحد على جوج، إذا هنا مقارب مائل، مقارب أفقي، دالة ملي كتقارب زائد لا نهاية كتقارب هاد المستقيم مقارب اللي هو واحد على جوج إكس ناقص واحد على جوج، هذه هي الدالة ديالنا، الدالة العكسية. إذا هنايا الملاحظات، عندها مقارب مائل جوج إكس زائد واحد، إذا كنحلو المعادلة إكس شحال كيساوي، جوانا إكس كتساوي واحد على جوج إكس، إذا المقارب مائل إكغيك كنعوضو بإكس، إكغيك كتساوي واحد على جوج إكس ناقص واحد على جوج، عندنا هنايا مقارب عمودي كيرجع مقارب أفقي. وعلى النقطة زيرو زيرو، إذا زيرو زيرو كتنتمي إف ناقص واحد، لأن ملي كتكون نقطة أ كت أ نفس الأفصول نفس الأرطول كتنتمي لهم جوج بيهم، وعندنا التقاطع مع إكغيك تساوي إكس تقاطع واحد، وعندنا هنا التماثل، إذا المنحنى صحيح. شوفوا المثال الأخير، أول حاجة عندنا إف تناقصية، إذن إف ناقص واحد تناقصية، عندنا كاينة هنا نقطة واحد زيرو، إذن كاينة هنا نقطة زيرو واحد، عندنا زيرو فاصلة سبعة زيرو فاصلة سبعة كتبقى نفسها لأن نفس الأصل نفس الأفصول نفس الأرطول. عندنا هنا مقارب مائل إكغيك تساوي ناقص إكس كيبقى نفسه، لأن عندنا ناقص إكس، إلا عملنا إكس كتساوي إلا عملنا إكس حلينا المعادلة، إكغيك تساوي هاديك يعني
إكس تساوي ناقص إيكغيك، نعوضو نقلبو إكس بإيكغيك، إذا عندنا إيكغيك تساوي ناقص إكس مقارب مائل بيجي هو ناقص لانهاية، عندنا هنايا إكس تساوي زيرو مقارب عمودي، إذا رجعنا إيكغيك تساوي زيرو مقارب أفقي، ونرسمو الشكل ديالنا بجدول التغييرات. عندنا في النقط اللي معروفة عندنا هي زيرو واحد وزيرو فاصلة سبعة نفسها، عندنا الدالة التناقصية، عندنا من ناقص لا نهاية هابطة تل زائد لا نهاية زيرو يعني تل هنا، هنايا عندنا مقارب مائل، إذا الدالة هنايا التناقصية هابطة تل هاد النقطة زيرو واحد، زيرو واحد غادا تال هاد النقطة زيرو سبعة، زيرو سبعة تقاطع مع كاريت هادي، وعندنا في زائد لا نهاية ليميت اف ناقص واحد زائد كتساوي، إذا مقارب أفقي المعادلة ديالو هو إيكغيك تساوي زيرو، إيكغيك تساوي زيرو هو محور أفاصل إكس تساوي زيرو هو نحو الأراتيف، دالة تناقصية وفي زائد لا نهاية مقارب أفقي يعني كتقرب نحو الأفاصل مي كتقرب من زائد لا نهاية، إذا نتأكدو من الشكل ديالنا نقط التقاطع هي التقاطع مع إيكغيك تساوي إكس، هنا عندنا مقارب عمودي رجع حنا مقارب أفقي، هنا عندنا مقارب مائل إيكغيك تساوي ناقص إكس، إذا كيرجع كيبقى هو نفسه لأن ملي كتكون مقارب مائل ناقص إكس ولا إكس كيبقى نفسه، إيكغيك تساوي مقارب مائل بيجي هو ناقص لا نهاية، كنشوفوها واش متماثلة، ها هي متماثلة بالنسبة لهذي، هاد الجزء هذا متماثل وهاد الجزء هذا متماثل، إذا باش كنرسمو منحنى الدالة العكسية النقاط كيتقلبو، الأفصول كيرجع للعتب، مثلا ا بي كترجع بي ا، مثال جوج زيرو كترجع زيرو، إلا كان مقارب عمودي كيرجع مقارب أفقي، إلا كان مقارب أفقي كيرجع مقارب عمودي، إلا كان عندنا مقارب مائل غير تساوي إكس ولا إيكغيك تساوي ناقص إكس كيبقى نفسه، إلا ما كانشي كنحاولو نكتبو، هنا عندنا المعادلة إيكغيك تساوي إكس زائد جوج، كنكتبو إكس شحال كتساوي إيكغيك ناقص جوج، وكنجيو لهنا المقارب مائل كنبدلو إكس بإيكغيك، إيكغيك تساوي إكس ناقص جوج مقارب مائل، إلا كان فرعش الجامي في إتجاه محور الأراتيف كيكون فرعش الجامي في إتجاه محور الأفاصل، والعكس إلا كان فرعش الجامي في إتجاه محور الأفاصل كيرجع فرعش الجامي في إتجاه محور الأراتيف، إلا كان مماس عمودي أو نصف مماس عمودي كيرجع مماس أفقي أو نصف مماس أفقي. مماس أفقي أو نصف مماس أفقي كيرجع مماس عمودي أو نصف مماس عمودي، إلا كانت إف تزايدية كتكون إف ناقص واحد تزايدية على الصورات ديك المجال، يعني عندهم نفس الرتابة إف وإف ناقص واحد، إف تناقصية إف ناقص واحد تناقصية، الخاصية الأولى خصو يكون سي دو إف وسي متماثلين بالنسبة للمستقيم إيكغيك تساوي إكس، ولا قلنا أوجد التقاطع ديالهم كتحل مباشرة المعادلة إف دو إكس كتساوي إكس، هذاك هي التقاطع لأن ثلاثة كيتقاطعو في نقطة واحدة، هنا مثال تقاطعو في صفر وتقاطعو في النقطة جوج، إذن دجا تحل المعادلة أوجد التقاطع كتحل مباشرة المعادلة إف دو إكس دو إكس، لقلك ميبيانيا كتشوف التقاطع وكتسقط على محور الأفاصل محور الأفاصل وكتجبر النقطة التقاطع، يعني ميمكنش السي إف ناقص واحد تقطع المستقيم إيكغيك تساوي إكس في نقطة، وما تكونش السي دو اف كتقطعو في نفس النقطة، يعني ميمكنش يقطعو المستقيم إيكغيك تساوي إكس في نقاط مختلفة، وبذلك ينتهي درسنا لليوم، والسلام عليكم.